اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيادي وزير الخارجيه في مقر سفاره مملكه البحرين في لندن يوم امس مع معالي السيدات ريزمي رئيسه الوزراء البريطانيه السابقه عضو مجلس العموم وجرى خلال الاجتماع بحث اوجه علاقات الصداقه التاريخيه الوطيده التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميه التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمه للمصالح المشتركه